بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله النهاردة هنتكلم في فيديو جديد في سلسلة الـ Structural Analysis من ملازم الباشمهندس أكرم مصطفى. الملازم متاحة على الويب سايت بتاع المهندس ياسر الليسي، متاحة للجميع، تقدر تنزلها بشكل مجاني. اتكلمنا زي ما اتفقنا يا جماعة عن الـ Intermediate Hinge قبل كده، قلنا ان هي بتزود لنا معادلات. مسألة زي اللي قدامنا دي فيها كم سبورت؟ فيها 2 سبورت. طيب السبورتات دي نوعها ايه؟ السبورتات دي نوعها هنجد سبورت. طيب الهنجد دي بتدينا كم رياكشن؟ بتدينا رياكشنين. معنى كده ان الهنجد سبورت اللي على اليمين هتدينا رياكشنين، الهنجد سبورت اللي على اليسار هتدينا رياكشنين. لو جمعنا عدد الرياكشنات هنلاقيهم 4 رياكشنات. طيب احنا عايزين نعرف المسألة دي stable ولا مش stable. لما نيجي نلاقي ان مجموع الرياكشنات 4 رياكشنات، طيب يا هندسة احنا عندنا كام معادلة عشان نقدر نحل بيها المسألة؟ عندنا 3 معادلات اتزان: summation x بيساوي 0، summation y بيساوي 0، summation المومنت بيساوي 0. طيب لو المعادلات بتساوي عدد المجاهيل اللي هم عدد الرياكشنات، تبقى المسألة دي stable وتقدر تحلها مباشرة. فاحنا لو جينا نبص، احنا عندنا 2 هنج بيدونا 4 رياكشن، يعني 4 مجاهيل. عندنا 3 معادلات اتزان بس، يبقى 4 مجاهيل اكتر من معادلات الاتزان، تبقى المسألة دي مش unstable. هفهمكم يعني ايه unstable دلوقتي. لما يبقى المعادلات والمجاهيل بيساووا بعض، يبقى المسألة stable وتقدر تحلها مباشرة. طيب لو المجاهيل اكتر من المعادلات، قالك في الحالة دي بتلجأ لطرق advanced شوية. اول طريقة اصلا سهلة جدا، ان انت يبقى عندك intermediate hinge. يعني احنا عندنا هنا كم؟ عندنا 4 رياكشنات، عندنا كم معادلة اتزان؟ عندنا 3 معادلات اتزان. تروح جاري تبص، طب انا عندي 4 رياكشنات وعندي 3 معادلات اتزان، لو زاد عندي معادلة واحدة بس بقى عندي 4 معادلات، بجانب ان انا عندي 4 رياكشنات. اذا الرياكشنات بتساوي المعادلات، اقدر احل المسألة بشكل بسيط جدا، ومش هلجأ للطرق الادفانسد زي الفيرجوال وورك وزي المومنت ديستريبيوشن وزي الثري مومنت ايكويشن. فانت تبص على طول معاك 4 رياكشنات وعندك 3 معادلات اتزان. طيب هل في حاجة تزود لي معادلة؟ هو ايه اللي بيزود عندك معادلات؟ الانترميديت هنج. طيب الانترميديت هنج بيزود معادلات قيمتها قد ايه؟ قالك بتشوف طالع منها كم ضلع وتطرح واحد. طيب الانترميديت هنج اللي اسمها اتش دي، طالع منها ضلع على اليمين وطالع منها ضلع على الشمال، يعني طالع منها ضلعين. لما تقول ان هي بتزود كم معادلة الانترميديت هنج؟ بتزود عدد الأضلاع اللي طالعة منها ناقص واحد، بمعنى ان هي طالع منها الضلع اللي على اليمين والضلع اللي على اليسار، يعني ضلعين. لما تشيل منهم واحد يديك واحد، يعني معنى كده انها بتزود معادلة. طب انت عندك كم معادلات اتزان؟ عندك 3 معادلات اتزان، بجانب المعادلة للانترميديت هنج هتزودها، بقى عندك 4 معادلات هتشتغل بيهم. طب انت عندك كام رياكشن؟ عندك رياكشنين من الانترميديت هنج اللي على اليمين، وعندك رياكشنين من الانترميديت هنج اللي على الشمال. اصبح ان انت عندك 4 مجاهيل و4 معادلات، تقدر تحل المسألة بمنتهى البساطة. تمام، ده توضيح كده لأهمية الانترميديت هنج في المسألة. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا ريت نعمل لايك للفيديو ونشيره علشان يوصل لكل الناس، وياريت يعني الناس تضيف اصحابها في القناة او تعمل لهم شير او تمنشن لهم، بحيث تعم الفائدة، واي حد بيدور على المعلومات دي يلاقيها بمنتهى البساطة، ما يدورش عليها كتير او يتعب. والدال على الخير كفاعله. تأكد ان انت لما تنشر معلومات زي دي، زي ما انا منزلها بشكل مجاني، انت برضو بتشيرها، ناس تانية بتشوفها، فانت ليك ثواب زي اللي منزلها وشرحها بالظبط. وطبعا المهندس اكرم مصطفى اللي عامل الملازم دي، ربنا يجازيه كل خير، وكلنا بنساعد بعض، محدش فينا عاوز حاجة من التاني، كل واحد فينا بيساعد التاني على قد ما يقدر وبيعمل خير، وربنا يجعله في ميزان حسناتنا جميعا. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.